صباح الخير لكل من معنا بالاستوديو، صباح الخير وايضا لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه. نحن دخلنا اليوم لنتعرف على طبعا اكله تراثيه حلبيه بامتياز، طبعا هي المامونيه اللي هي وجبه غذائيه كامله، لكن بحلب هي غير. خلونا نتعرف عليها اكثر. مرحبا. اهلين اهلين سهلين. خبرنا شو سر المامونيه الحلبيه؟ هلا هي اصلا حلبي، لكن شو السر انه دائما بيقولوا حلب المامونيه؟ والله هي المامونية أكلة حلبية مشهورة في مدينة حلب، تتكون من السميد والسمن والسكر، وجبة تعتبر وجبة متكاملة يعني كاملة الدسم، يضاف إلى القشطة وجبنة شلل جنبها، طبعا جبنة عربية وقشطة عربية بتكون. عادة الستات الحلبيات بسووا بالبيت، فأحيانا بس ما بكون متوفرة ما عندهم الوقت إنه يسووا، بيجوا بياخذوها من عندنا من هون. وجبة جيدة ومتكاملة خلينا نحكي مع أحد كمان السيدات الحلبيات. مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا. جاي شو تشتري؟ والله جاي أخذ مامونية وأخذ هيك حلويات للبيت. المامونية يمكن هي ميزة يمكن كل المحلات الحلويات بحلب، إنه اللي ما بتعمله ست البيت كمامونية بتشوفه بالمحلات. إيه أكيد طبعا المامونية يعني إلى وقت الأكل أكيد يوم الجمعة أيام العطل الرسمية، فهي وجبة دسمة الصبح بتكون للأطفال للبيت وأكلة كتير طيبة بنصحك فيها يعني. أكيد يعني نحن بالشام عنا مشاهدينا أكلة الفول يوم الجمعة بحلب المامونية. رح نشوف نتعرف أكثر عن تحضير المامونية كمان، رح نفوت على المطبخ. مرحبا، يعطيكم العافية يا شباب. عم شم ريحة شيء السميد. نعم سميد، هي المامونية هي من سميد وسمنة وقطر. هلا هي طبخة المامونية عبارة عن يعني إذا بدك تساوي كاسة سميد هي بدها عيارة بسيط جدا، يعني بدها 3 كاسات ونص مي وسبع كاسات مي و3 كاسات ونص سكر، يعني دائما المي دبل السكر. دبل السكر ايه، عيارة بسيط جدا. وفيكي تساويها بالسمن العربي، فيكي بالزبدة، حسب كل بيت بيقدر يسوي شيء. نحضر شيء على الهواء، خلينا نظبط صحن. هي عندنا بالمحل عبارة عن هلا اول شيء بنحركها هي. قد ايه بدها وقت المامونية لتتحضر؟ هلا ما بتاكلها بس ما بتاكل وقت كثير، يعني تقريبا نص ساعة طبخة الكيلو سميد نص ساعة بتصير. نص ساعة، أكلة سريعة. ايه جدا. حتى هلا ما حدا بيساوي كيلو سميد، نحن المحلات بنطبخ كيلو سميد، بالبيت كاسة سميد بتأدي للعيلة. كاسة سميد بتكفي العيلة كاملة. ايه بتأدي العيلة كاملة. هي أكلة ما لها مكلفة يعني دائما. لا أبدا أبدا، يعني فيكي ما قلت لك فيكي بالسمن العربي، فيكي بالزبدة، الزبدة أرخص من السمن العربي. هلا هي الوجبة عندنا هون، هلا هي في ناس بتاكلها مع القشطة بس، في ناس قشطة وجبنة، في ناس بتاكلها لحالها صادة من دون شيء، هي بنحط عليها فستق حلبي وقرفة. فيني احضر لك وجبة قدامي؟ خلينا نحضر صحن. السمنة ما تكون كثيرة. هاي المامونية بنحط عليها قشطة، نحن قشطة هاي القشطة. ايه هاي القشطة. هلا هي الصحن تقريبا بياكله شي 50 جرام قشطة بكفي يعني. أنا سمعت إنه بحلب بياكلوا المامونية على الفطور مع الخبز. صح بتتاكل مع الخبز. في نوع خبز معين ولا أي نوع؟ لا لا أي خبز، في ناس تاكل سياحي، في ناس عادي الفرن العادي. هلا نحطوا لها قرفة؟ نحط لها قرفة. نحط لها فستق حلبي. تمام. طبعا بيجي معها كمان جبنة. جبنة حصرا تكون شلال؟ لا في ناس كمان تاكل خضرة، كعاب، اي نوع من الجبنه ما بيأثر، جبنه مالحه طبعا حتى تعمل توازن بالطعم. نعم. وفي ناس مثل ما قلت لك كمان بتاكلها من دون شيء، بس مامونيه يعني اغلبيتهم بالبيوت ياكلها من دون عفوا جبنه وقشطه، وفي ناس تاكلها مع جبنه. يعني هي يمكن عملت مثل صحن مامونيه، وجبه لشخص واحد. نعم. فيها كامله. فيها كثير. في ناس تاكل مع شعبيات كمان. شعبيات؟ كيف بتقدمها مع شعبيات؟ لا بس تحط الشعبيه جنبها بياكلوها معها بس. ايه
طيب هي قد ايه في قيمتها الغذائيه؟ ممكن تعرفنا هل هي يعني مثلا لكل الناس او حتى اللي عندهم مثلا سكري اللي عندهم امر فيهم ياكلوها ولا كثير؟ هلا هي بالنسبه للمرضى السكر هي لا حلوه زياده يعني هي لاني اكلت هي ما فينا نحن نتحكم بالحلو تبعها بالسكر تبعها؟ لا عياره واحد، ايه عياره واحد، يعني اللي بيأذيه كثير سكر لا ما بياكل منها. ما بدها يعني. لكن هذا الصحن هو جاهز؟ هذا الصحن ايوه صحن المامونية، بدك تقدمه؟ خلينا نروح نقدم له كمان الناس شو رأيها بالمامونية، خاصة انه حتى بحلب جايين ياكلوا مامونية. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. جايين تفطروا مامونية؟ نفطر هون، نحن بنجي نفطر هون تقريبا بالاسبوع مرتين يعني اقل شيء. نجي يلا جينا انا والحجي هون من الحلب جديده، نجي نفطر هون مامونيه. ليش؟ شو السر انه بتحبوا المامونيه على الفطور؟ هي مشهوره هون بحلب، احسن محل هون عند سلوره. ايه يعني بسووها بسمن عربي وقشطه حموي، شيء طيب، جبنه شلل، ايه شيء ممتاز يعني احسن شيء. بس اكله حلبيه يعني بامتياز، يعني سر هذا بحلب يعني. هون بفضلوا هاي المامونيه على كل الاكلات. اكيد صحة ومية هنا. شكرا لكم، هلا بناكل بس لنخلص. شكرا لكم وصحة وهنا. اكيد مشاهدينا شهيناكم المامونية الحلبية، بعرف اعطيناكم المقادير الحلبية، واكيد بنقول لكل الناس اللي بتوجهوا على حلب انه اول شيء بيعملوه يفطروا مامونية بفسط حلب مثل ما بيقولوا الحلبية. بدنا نرجع للاستوديو، شكرا لكم لمتابعتنا. No.